السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير. مرة ثانية، كثير من الناس تعاني الآن بعد انتهاء فترة الأعياد وفترة شهر رمضان المبارك من خبطة الغذاء ومن الجسم الغير مثالي. ويانا راح أرجع لك جسمك المثالي، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. الخطوة الأولى تسوي تحليلك يمنا والباقي علينا. أيضا اختلموا فترة وجودي المحدودة ببغداد العراق أو عموما بالعراق، وسارعوا بالحجز الآن واحجز وقتك وتحليلك الآن. بالنسبة للناس اللي منتظرتني أكون أنا موجودة بالعراق، للأسف اضطرينا نأجل إلى فترة، خلال إن شاء الله أسبوع أنا أكون متواجدة بالعراق، فراح أجيكم إن شاء الله قريبا وأبدأ وياكم وناخذ مراجعاتنا، وأيضا أحتفل بنتائجكم الرائعة واللي تجنن فيس تو فيس، وجها لوجه. فأنا جاي قريبا للعراق أكيد بإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع. يا ريت الناس اللي ما تعرف وجودي، طبعا اكيد خبرناكم احنا بالعيادة وبالمركز الان تعرفون وجودي اكيد لفترة محدودة، اختنوا فترة وجودي اكيد لما اكون موجودة بالعراق. الناس اللي موجودة هنا بالدنمارك، انا ما تركتكم، عندنا تيم رائع وجنن هنا بالعيادة بالمركز، اكيد هو اللي راح يوزنكم، وطبعا عندنا تيم رائع وجنن اونلاين، فنتائجنا ممتازة تجنن، وكلكم راح توصلون الى الجسم المثالي والى الصحة والعافية التامة، ان كان في صعود الوزن او في نزول الوزن. هواي فئة أيضا تعاني من نزول الوزن، فكلكم بأعيننا إن شاء الله وبعين الله إن شاء الله يا ربي الأمل والأمان، وألتقيكم على كل خير وصحة وعافية.